دعاء مستجاب بإذن الله تعالى، فلا تحرم نفسك من أجره. تابع هذا الفيديو للتعرف على هذا الدعاء، ولكن قبل أن نبدأ رجاء ضع لايك للفيديو وشاركه ليستفيد غيرك من المسلمين، فالدال على الخير كفاعله. الدعاء كالتالي: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيري طرفة عين. اللهم إني وكلتك أمري كله جله ودقه، وأنت خير وكيل، فدبر لي أمري إنني لا أحسن التدبير. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا دعيت به أعطيت، أن تقضي لي حاجتي، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك رضا لا يعقبه سخط، وفرحا لا يعقبه حزن. اللهم املأ قلبي بكل ما هو خير لي، واقض لي حاجتي بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم كل خفية، فاكشف عني كل بلوى تصيبني، واغثني وكن معي. اللهم ارحمني والطف بي وتداركني يا لطيف. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك، أن تقضي لي حاجتي يا رحمن. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، ولا تجعل لي حاجة عند أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمني خير عطائك، وافتح لي أبواب الخير كلها عاجلا غير آجل يا عزيز يا كريم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم اصبب علي الخير جما جما، وباعد بيني وبين الشر ومن يريد لي ذلك. اللهم إني أسألك أن تفتح لي أبواب رزقك، وامنن علي بكرمك وجودك وعطائك. اللهم أنت مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، أعطني من خيرك يا كريم. اللهم إني أسألك التوفيق والفلاح في أموري كلها. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم اجعل الصعب لي سهلا. اللهم إنه لا حول ولا قوة لي إلا بك، فكن لي معينا وهاديا يا رب العالمين. اللهم أعني ولا تعين علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم اجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل ضيق فرجا، وأبعد عني ما أهمني وأحزنني. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، فأنت رب المستضعفين، لا تكلني إلى أحد من العالمين، واكفني ما أهمني، إنك على ذلك لقدير. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني تبت إليك من ذنوبي كلها، فاغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوبة، اغفر لي ذنبي وتجاوز عن سيئاتي يا عفو يا كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين، والحمد لله رب العالمين، ويرحم الله عبدا قال آمين. اللهم ارحم واغفر لكل من شارك هذا المقطع، انشروه ليستفيد غيركم من المسلمين، فالدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.